الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ها نحن أيها الأحبة في ختام شهر رمضان المبارك، في مشارف هذا الشهر نودعه بالأعمال الصالحة والطاعات التي أودعناها في هذا الشهر العظيم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم سائر الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل أن يمن على عباده بمواسم الخيرات التي يكثر فيها الأجور وتزداد فيها مضاعفة الحسنات، وذلك محض رحمة الله عز وجل بعباده. ومن تلك المواسم شهر رمضان المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، تقبل النفس على الطاعات وتدبر عن المعاصي والموبقات. حري بعبد أدرك شهر رمضان بخيراته وفضائله وقد جمع فيه أجورا عظيمة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه أجور عظيمة قد حصدها المؤمن والمسلم الذي قد تقبله الله عز وجل، وكلنا نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا. فحري بالعبد الفطين الذكي أن لا يضيع هذه الأجور العظيمة فيخرج من رمضان وقد ترك هذه الأعمال الصالحة، بل الموفق الذكي الذي أرشده الله عز وجل وهداه يستمر على هذه الطاعات ولا يضيعها. كان محافظا على الصلوات يحافظ عليها بعد رمضان، كان يؤدي الصدقات ويقرأ القرآن ويقوم من الليل ما شاء أن يقوم، فلا يضيع عليه هذه الطاعات. فهو خلال 30 يوما و30 ليلة قد وطن نفسه ودرب جسمه ونفسه وقلبه على طاعة ربه عز وجل، فحري به أن يستمر ويزداد بعد رمضان. وأما بعض الناس الذين يتركون طاعة الله عز وجل ويتكسلون بعد رمضان، نسألهم سؤالا: ما الذي جعلك تعبد الله وتكثر من الطاعات في رمضان وتتركه بعد رمضان؟ هل رب رمضان يختلف عن رب باقي الشهور؟ سئل أحد السلف عن قوم يعبدون الله عز وجل ويجتهدون في الطاعة في رمضان، فإذا انقضى رمضان تكاسلوا وضيعوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم، حقيقة بئس القوم لا يعرفون الله عز وجل إلا في رمضان، لا يبتعدون عن المعاصي إلا في رمضان، ولا يتمون صلاتهم إلا في رمضان، لا يقومون بالواجبات إلا في رمضان. ثم إذا انقضى رمضان كأن الله عز وجل غير موجود، وهذا من الخذلان. بل من نعمة الله عز وجل ومن علامة التوفيق أن يتبع المؤمن الحسنة الحسنة بعدها. فإذا وفقك الله عز وجل لهذه الطاعات طيلة هذا الشهر، فإن من نعمة الله عز وجل وشكره وعلامة قبوله لأعمالك الصالحة أن تتبع هذه الأعمال بأعمال صالحة، وتوصل مواسم العبادات موسما بعد موسم بطاعة الله عز وجل وذكره وشكره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لأن الذي يعبد الله عز وجل في شهر واحد ثم يتركه بقية الشهور
إنما هو انقطع عن ربه. أما الذي يقلل من العبادات لكنه يستمر عليها فهو على صلة دائمة بربه عز وجل، يعبده طيلة السنة في النهار وفي الليل وفي سائر الأوقات. وختاما، على المؤمن أن يأتسي أن يتأسى بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو خير قدوة لنا. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام مجتهدا في طاعة ربه عز وجل، وهو الذي قال له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من هو هذا الذي خاطبه الله عز وجل؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه، الذي لا تفتح الجنة إلا له، الذي له الشفاعة العظمى، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول له ربه عز وجل: واعبد ربك، أي استمر في طاعة ربك عز وجل حتى يأتيك اليقين، حتى تلقى ربك، حتى تموت وأنت تعبد الله عز وجل. فمن منا خير من محمد عليه الصلاة والسلام حتى يدع العمل بعد رمضان؟ بل حري بنا ونحن المقصرون، ونحن لسنا كالنبي عليه الصلاة والسلام، فحري بنا أن نجتهد اجتهادا حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. وكان من اجتهاده عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق ويخرج الدم من طول القيام. فيلومه بعض أهله: يا رسول الله، لماذا تفعل ذلك بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام معترفا بنعمة الله عز وجل أن جعله خير خلقه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم أيها الأحبة، إن من شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا يستطيع أحد أن يحصيها وأن يلم بها ونشكرها جميعا، أن يجتهد في طاعة ربه عز وجل بقدر الوسع والطاعة، لعل الله عز وجل أن يكتبه من عباده الموفقين المقبولين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأعظم دعاء يدعوه المؤمن أن يسأل ربه العون على طاعته. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبلنا ويتقبل منا الصالحات، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.